رد ان دور المجموعات وتكسب فريقين، فريق منتخب قطر والمنتخب الاماراتي، فرق كبيره منتخبات كبيره، وانت كسبت الست نقاط اكيد انت لحد الان ما مسوي شيء. المعدن الحقيقي اللي بين المنتخب العراقي اللي انطاب دور المجموعات هو يبين بنصف نهائي. علينا التركيز بنصف نهائي، مباراه 90 دقيقه، علينا نقاتل، علينا انه نكون موجودين بالملعب ونكون بيومنا وننتهي للنهائي. هل عدم ظهورك بالمستوى معهود من قبل الصفادي في مباراة سابقة يعود الى خوفك على من اصابة وحصول على بطاقات؟ تعرف انه دخلنا المباراة احنا طموحنا هو 3 نقاط ونطلع باقل جهد واريحية انه نقدر انه نكسب 3 نقاط، بس حدث بالمباراة نقطة تحول اللي الطرد اللي خلانا انه يمكن بعشر لاعبين صعبة جدا، انه حافظنا على مكاننا وحافظنا على منطقتنا ودافعنا دفاع تكتيكي المدرب طلب منا، والحمد لله انه طلعنا بنقطه وبقينا مصدرين المجموعه، وهذا الاهم من هاي المباراه. الكادر التدريبي في المؤتمر الصحفي ذكر انه ما تبشر الخيار، ممكن المنتخب الوطني يعاني على النفسي او بدني؟ لا بالعكس، المنتخب ما يعاني، منتخب بافضل نفسيته، يعني نفسيا الفريق جاهز، معنويا الفريق جاهز بعد النتائج الايجابيه. عندنا نصف نهائي، نركز على النصف نهائي، نترك المباراة الفاتت دور المجموعات، وان شاء الله انه نكون بيومنا بالنصف نهائي ونتأهل للنهائي. كان المدرب يكون حافز للاعبين؟ طبعا طبعا، المدرب انه يحب ينجح، يحب دائما ما يكون فريق مستوى زين ونتيجه، فاكيد هذا الكلام طبيعي ومن اجل انه يحفز اللاعبين على مود كل اللاعبين انه ينتبه على نفسه، انه لحد الان احنا ما مسوين شيء، انه لازم يركز بالمباريات المقبله. عندنا مباراه قويه جدا نصف نهائي، ان شاء الله انه نتأهل للنهائي، وكل مباراه نفكر بها ان شاء الله.